مساء الخير، ازيكم؟ كديرين؟ لاباس عليكم البنات؟ مش كتعودوا؟ اليوم غندير سكسو بالبرغل. اللي ما عمرها ما دارت سكسو بالبرغل دوز لها تجي. اول حاجه عندنا البرمه، غنديروا فيها الحيمات، غنديروا بعدا كاين في الاول البصله هي الاولى، نديروا البصله. انا درت بصله ونص مشلضة دقيقة، غندوزو غنديرو غف العافية تشحر شوية ونديرو فيها شوية ديال الزيت هاكا، شوية ديال الزيت نديروها في البوطة حبينا. ندوزو لهاد الجيه، انا حاطة شوية ديال البزار، شوية ديال الخرقوم البلدي، وشوية الملحة والسمن البلدي، وغندير الربيع وندير الحيمات. انا غادي نشحر شوية البصلة عاد ندير الحيمة. بينا تحمرات واحد شوية نزيدو اللحم، دابا نزيدو اللحم. اللحم غلمي، هنا غنديرو المليحة، الملحة والخرقوم البلدي والبزار والسمن. اللي ما كتعجبش مكيعجبهاش السمن مديروش. أنا مكترش الزيت على قدر اللحم فيه الشحمة. نزيدو ليه واحد شويه ديال الماء نخليه يبدا يتشحر. ها هو كيتشحر،
ودابا غندوزو البرغل، غنصايبو البرغل، غندير كيلو، هاهو غندير كيلو، أنا مكنديرش كسو ديما، ملي كندير كنديرو كتير، غندير بحال سكسو. غير سمحوا ليا انا موالفه كنخدم بيديا وكنلبس لاكوين لا حتى شي حاجه. ندير شويه الزيت، كنزيد الماء، كندير ليه بحال هكا حتى كيشرب الماء ديالو، مرتاح عليا ما كنهضرش بزاف، كنهضر غير في اللايفات، غنقابل معايا حد نهضر معاه. هاهو كيشرب، شتي كيشرب الماء، كندير ليه بحال هكا حتى كيشرب، وعاد غادي نديرو في الكسكاس. دابا راه اللحم كتشحر مع البصله، غتشحر واحد الشويه وعاد نزيد فيها الماء طايب وندير فيها الخضره. هاكا علمونا مواتنا بشحال هادي، انا راه بشحال هادي كنت كندير واحد الطريقه ديال السكسو بشكال، كنشدو كنهزو الكسك نديرو بحال هكا، نحطو في الكسكاس كندير بحال هكا كنخاف نتحرك. شحال كيشرب الماء بحال كتصايبو سكسو نفس الطريقة، غير هو كيجي بنين، كيجي بن من سكسو. شوفوا على ريحة المرقة، يا سلام، نوصل يديا باش نحرك. هي تقلات، واش غتبان لكم ولا لا؟ المهم تقلات، هيا انا نديكم حتى لعندها، عاد غنزيد نزيد عليها الماء طيب.
نشوفو بعيدا شتوفو لي تشوفو ماشي مشكل. دابا غنزيدو غنديرو الحدل الحدلات غنديرو خيزو هو الاول عندي بعدا كاين هذا هو الاول الربعي ندير خيزو وراه هبط لتحت خيزو هبط لتحت هنا صافي نديرو شويه شو بقي شريك ما نسيت شي حاجه ندير القرعه نديرها فوقها نسيت شي حاجه انايا جاتني بحال ناقص شي حاجه لفت شي كنقول لكم نسيت شي حاجه هو اللي خاصني ندير من تحت عاد بان لي في يديا لفت هو وخاصني نديرو من تحت حيت قاصح كيشد الطياب ماشي مشكل كلشي غيطيب هو اللفت باش مبقاش شي لفت لتحت حكومي كنقوله وندير القرعة من الفوق هادي هي القرعة ندوزو هي الخضرة رفيها المريقة ديالها نزيد عليها واحد شوية نحيد هادي تا شوية غادي نديرو باش ندير سميتو ندير السكسو فاول الكسكس شاو نشف نشفت هذيك واحد باش مهبط لياش من تحت وهاد غنبقى نحط صرا يدير علينا الصداع دابا يا نحطها والله وصلوا يدينا ونرجعوا لكم السلام عليكم انا رجعت لكم وسكسو بدا كيفور انايا حيت البرمه عامره عندي درت القرعه في الكوكوط في بلاصه اخرى وجبت مطيشه صلصه ديال المطيشه حتى هي غنديرها مع المرقه باش كتجي خاسره هانتوما راه فطور نديرو ليه شي معلقة كبيرة حدايا نشوف
غنخليو هذا وغادي نمشيو ناخذ شويه ديال المرقه من البرمه غنديروها مع القرعه الحمراء وندير شويه الصلصه تما كاينه وشويه هنايا ناخذ شويه المريقه ونزيد الماء تما كاينه هكا تقدروا تكونوا ما كديروش نفس الطريقه كل واحد وكيفاش كيدير طريقته السكسو عنديش صلصة كل كثيرة وغنزيد الماء طايب في مع القرع خليه يطيب نشعل بيه ونخليه يطيب هيا المريقة ما عرفتش واش غتبان لكم غير لا المهم انا غنمشي دابا نسكسو نمشيو للكوسكوس كوسكوس سخون طبعا مقدرش نقيسو بيديا نبين لكم ولا مكيبانش ندير عليه الما انا كنفورو قصر في المرات دابا هادي اللي غنفورو المره الثانيه اللي غادي نحطوه والمره الثالثه غنديرو الماء والملح ما بعد طبعا الملح شحال كيشرب الماء نفس الطريقه ديال السكسو نفسه ولكن هذا كيجي مذاق فظيع مذاق رائع باقي غنزيد شويه بالماء غنزيد شويه بالماء نسيت راسي سكت صافي ها هو غنرجعو للكسكاس ونخليه يطيب تاني بغا نخليو المريقة طيب ديال اللحم والخضرة والمرقة اللي فيها القرعة الحمراء
الدكاريه انا الا ما كايناش ديك القرعه الحمراء في السكسو ما كناكلش السكسو، كندير بالناقص منه. يلا نرجعوا لكم، انا غندير السكسو في الكسكاس ومن بعد نرجع لكم باش نديروا التفويره. السلام عليكم، احنا رجعنا ثاني. هذه التفويره الثالثه، انا درت التفويره الثانيه ما بغيتش نطول الفيديو، قلت ندير التفويره الثالثه هي هذه. زدت فيها شويه الماء، فيه الملح، راه سخون دابا ما نقدرش نقيسو بيديا، خاص نحركو حيت درت فيه الماء والملح. التفويره الثالثه ديما كيكون فيها الماء والملح. نشرب شويه هذاك الماء اللي درت ونرجعو ثاني فور. شرا ولا كثير، شوفوا قبيله كان داكشي قليل، دابا راه شوف قد شوف شحال فيه. ملي كنجي نسكيه، المهم انا غادي نوريكم دابا هي ملي غنجي نسكيه كنحطو كندير فيه الزبده وندخلها مع السكسو مع هاد البرغل صافي. وكنحطو في هذا، كنحطو في القصريه، هاد القصريه نفسها ولا في الطويجي الاخر اللي عندي باش كنسكي، حيت القصريه كبيره علينا حنا بزاف، كنديرش في القصريه كبيره صافي. وكنبدا نحط هاي القرعه باقا هنايا كطيب، والخضره تقريبا راه شويه وطيب مع التفوره الاخرانية غيطيب كلشي. ايوا نرجعوا لكم في اخر مرحله ان شاء الله. يا ما تنساوناش لايك وتصيفطوا لصحابكم ودير لنا سبسكرايب ولايك وشير. ايوا تهلاو في ريوسكم.